مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذا العدد المتجدد من ركن الكتاب. يشرفني أن أستضيف معكم صبيحة اليوم الأستاذ الخير بكاري، وهو أستاذ محاضر بجامعة ورقلة. هو حاضر معنا اليوم ليحدثنا عن مؤلفه دروس في المحاسبة المعمقة حسب النظام المحاسبي المالي. أهلا بكم أستاذ. الله يسلمك، أهلا. إذن كسؤال أولي نستهل به عدد اليوم، هذا الكتاب عبارة عن محاضرات قمتم بجمعها على شكل كتاب، ما هو الدافع الذي أدى بكم إلى القيام بجمع هذه المحاضرات ووضعها وتقديمها على شكل كتاب؟ أولا مشكورين جامعة تكون متواصل على هذه الدعوة من أجل التعريف بالكتاب والمؤلف صاحب الكتاب. على كل حال، رد على سؤالكم متعلق بقضية جمع محاضرات، احنا في هذيك كانت مدة تاع تدريس أكثر من 10 سنوات. احنا واكبنا كان هنا نظام محاسبي مالي، كان فيه مخطط محاسبي مالي، مخطط محاسبي وطني PCN. بعدها من 2010 إلى من جانفي 2010 تم اعتماد نظام محاسبي مالي جديد للمحاسبة، فيه إطار تصوري، فيه عدة أمور تختلف عن PCN. في هذه ال5 سنوات مازال فيه نقص في مراجع المحاسبة اللي تتكلم على النظام المحاسبي المالي، اللي تتناول محاسبة معمقة أو محاسبة المالية بصورة عامة وفق النظام المحاسبي المالي. من هذا المنطلق ونظرا لشح المكتبة الجزائرية بهذا النوع من المؤلفات، لقينا أنه من الأحسن يتم جمع محاضراتنا اللي قلت لك خبرة أكثر من 10 سنوات في مؤلف. إذا قمتم بتقديم هذا المؤلف في 7 محاور أساسية، وهذه المحاور بدورها مقسمة إلى العديد من الفصول. الحديث كله كان حول النظام المحاسبي الجديد إن صح التعبير، هل لكم أن تعطونا تفاصيل أكثر عن أهم ما ورد في هذا الكتاب؟ هذا المؤلف موجه لطلبة الجامعات والمدارس العليا، اختصاص محاسبة مالية، محاسبة وجباية، محاسبة ومراجعة، محاسبة وتدقيق، محاسبة بصورة عامة، وأيضا موجه للممارسين والمهنيين كما هو موجه للأساتذة، يعطيهم فكرة يساعدهم، ممكن يوجهونا يعطونا أفكارهم. فيه يتناول إطار تصوري كمحور أول، تصور النظام المحاسبي المالي، فيه معالجة التثبيتات منذ الدخول، في يتناول منذ دخول التثبيت إلى المؤسسة، تثبيت الأصل الثابت، الأصول الثابتة، عقارات، مباني، أراضي، أصول عينية. فيما يتعلق بالمحور الثالث يعالجنا كيف يتم معالجة المحاسبية للمخزونات وقت الشراء، البيع، لدى المورد، لدى الزبون، قضية التقييم تاع المخزون في نهاية الدورة، تشكيل مؤونة من عدم تشكيلها. بعدها عندنا معالجة المحور الرابع يتعلق بدراسة حسابات رؤوس الأموال، دراسة حسابات رؤوس الأموال يتعلق بحسابات المجموعة الأولى، حسابات رأس المال، حسابات الاحتياطات، علاوة الإصدار، حسابات عندنا فرقع التقييم، كيف يتم معالجة الفرقع التقييم، الاحتياطات. بعدها عندنا المحور الخامس يتعلق بالمؤونات، وقت اللي نشكل مؤونة، وقت اللي نعاود نسترجع مؤونة، قيمة المؤونة كيف نقيمها. ثم عندنا المقاربة البنكية، حالة المقاربة البنكية، إطار رافروشمون بنكير. بعدها عندنا المؤونات، ثم العقود طويلة الأجل. هذا يعني آخر محور في هذا المؤلف. ماذا عن مشاريعكم المستقبلية في ميدان التأليف؟ كنت قد قدمت 3 مطبوعات في مجال المحاسبة دائما، وفي التقييم المالي عندنا اهتمامين، اهتمام المحاسبة المالية واهتمام التقييم المالي للمؤسسات. درنا كنت قدمت في على مستوى جامعة ورقلة 3 مطبوعات، هذا مؤلف أول مؤلف لنا، ويتبع إن شاء الله مؤلف يتعلق بالأسئلة وتمارين محلولة
دائما في إطار محاسبة معمقة، وفي مشروع إن شاء الله يتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية، وكان مقالات مداخلات إن شاء الله وطنية ودولية. إذا شكرا لكم أستاذ على كل هذه التوضيحات، نلتقي معكم في أعداد مقبلة إن شاء الله ومؤلفات جديدة. شكرا، بارك الله فيكم. فيك بركة. بهذا نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.